السلام عليكم شباب، وصلنا للدرس الخامس من مادة القواعد اللغة الإنجليزية للمرحلة الأولى. الدرس الخامس هو الصفات كأنواع. الدرس الأول منه أنواع الصفات. أنواع الصفات يقول هناك أنواع متعددة من الصفات. أول شيء demonstrative. demonstrative يعني الإشارة اللي تجي this و that these those. هذان مو يقصد مثلا this is it this is a car. هاي مو هذا اللي هنا اللي اقصد عليها، لا اللي اقصد this car اللي مثلا تجي قبل الاسم مباشرة، مو يفصل بيناتهم فاصل، تقول this car مو this is a car، نقصد هاي الجملة احنا نريدها، هذه الصفة هنا تجي. demonstrative اللي هو اسم الإشارة. اللي وراها distributive. المهم distributive اللي هو التوزيعية، مثلا each every either neither كل، أو الكل هنا نفس المعنى تقريبا بس هنا استخدامات either و neither ما عدا أو و، هاي هنا بمعنى و. وراها quantitative adjective. quantitative adjective اللي هي صفات الكمية، يعني مثلا نريد نقلل من الأسماء الغير معدودة وشرحناها قبل، يعني كميات من عدد نقصد نحتاج لهنا هذا الصفات some any no little of you many و much one 20، يعني أرقام هنا هم تجي كصفات كمية، كصفات كمية مثلا I need some sugar I don't have any advice there is no place. النقطة اللي وراها يقول interrogative. interrogative adjective. interrogative adjective يعني أسماء الاستفهامية اللي تجي كصفة، مثلا which what whose، نقصد هنا مثلا تجي بالجملة، يعني مو بداية الجملة كاستفهام، هنا ما تجي كاستفهام، تجي مثل هاي الجملة مثلا the car which I bought اللي هنا نقصد الوجه هذه بمعنى صفة، قاعد نوصف السيارة شبيهة السيارة التي أنا اشتريتها هنا، التي اللي هو هذا الاسم استفهام اللي جه هنا بمعنى التي، هذا اللي معناه الصفة، يعني مو مثلا which car you bought لا هنا نقصد هذا اللي هنا اللي يجي بنص الكلام هذا صفة. possessive اللي هي my your his her its our your their. هنا يقصد بالصفات هنا possessive اللي هي صفات تملك اللي تجي قبل الاسم، مثلا my father my brother his father his sister. النقطة اللي وراها اللي هي adjective أو quality، يعني صفات النوعية. الصفات النوعية هذين نشوف ذن الصفات الفوق كلهن على نفس الشغلة، يعني مثلا passive اللي هي my و your، هذين مال تملك كلهن which و what some و any، هذين كلهن مال كمية، بس هذي لا هذين كلهن يختلفن، يعني clever dry fat golden good heavy square. ذن الصفات البقية اللي المتعارف عليهن، ذن الصفات يعني الأكثر شيء هن ذن الصفات، صفات الجودة أو النوعية أكثر من ذنيك صفات جن، بس شنو هذني على نفس النوع this و that، هذني أسماء إشارة صفات إشارة، هذني توزيعية each و every كل وكل، بس هذني لا يختلفن، يعني clever و dry fat، يعني واحدة ما لها دخل بالثانية، بس كلهن على نفس النوع، وأغلب الصفات هن من نوع F مو من ذنيك الصفات، أغلبهن من نوع F. participles used as adjective. يقول هناك بعض الصفات المنتهية بـ ing و الـ ed، يعني عارف استخدامهن بمن الـ ing، إذا كنا نعبر عن
الجماد مثلا نوصف جماد the play was boring. هنا boring كصفة المن للبلاي المسرحية. فإذا نعبر عن الجماد نوصف الجماد نخلي ing. إذا أجت يعني مثلا اختيارات boring أو bored تختار ing لأنه جماد. بينما إذا the audience اللي هم البشر الجماهير the audience was bored لازم نخليهم ed لأن هم بشر يعني. إذا نوصف الحيوان أو الجماد نخلي ing. إذا نوصف البشر نخلي له ed. The work was tiring. The workers were tired. يقول العمل كان متعبا. ing لأن العمل هنا يعتبر جماد أو غير بشري. بينما هنا the workers العاملون كانوا تعبانين. فيقصد هنا يعني تشين بشر خلينا لهم ايدي. النقطة اللي وراها يقول الصفات. الصفات تأتي للسينجولر والبلورال. الصفات تأتي للمفرد وللجمع على حد سواء. يعني نفس الصفة لا تنجمع ولا ما ادري شنو هي. نفس الصفة للمفرد وللجمع تجي قبل الاسم او ورا الاسم بعد قاعدة راح تجي. الصفات تجي للمفرد وللجمع يعني للأسماء المفردة والأسماء الجمع. وتجي للماسكولين and feminine للمؤنث وللمذكر كلهن على نفس الصيغة. كلهن على نفس الصيغة. مثلا good هنا سبا جملة a good boy أو a good good boys. هنا أي للمفرد a good boy و good boys. ف good إجت هنا قبلهن اثنينهن. هاي صفة good صفة الجيد. يعني يقول لا فرق بين المفرد وبين الجمع. وهنا a good girl good girls أيضا لا فرق بين المفرد والجمع. وهنا girl مؤنث وهذا مذكر البوي. وإجت إلهن اثنين هنا الصفة هذه. يعني صفة الصفات لا تفرق بين الجمع المفرد ولا بين المؤنث والمذكر. عادلة أعتقد أعدل من بعض مجتمعنا. المهم the only expression demonstrative يقول فقط الصفات اللي تختلف بهذا اللي هي صفات الإشارة. صفات الإشارة نأشر على المفرد والجمع. نقصد اختلاف بين المفرد والجمع. المفرد والجمع مثلا this و that هذان إلا المفرد. تختلف للمفرد القريب والمفرد البعيد this و that. والجمع المفرد والجمع القريب والجمع البعيد مثلا these cat و those man. هذه these للقريب those للبعيد. that و this للمفرد القريب أو البعيد. يقول هذني يختلفن بالجمع والمفرد والقريب والبعيد. ولا بقية الصفات تجن على نفس الشكل مالتهن.